دابا انتي دخلتي عندي وقلتي لي نادا انا من لي فان ديالك وانا كنحماق عليك وانا 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 وقلتي لي بغيت نخدم معاك وطاطا وطاطا. قلت لك انا لا اختي، قلت لك شكرا بكل احترام، قلت لك شكرا حيت انتي من لي فان ديالي وهذا، ولكن ما غنقدرش نخدم معاك لانك كتخدمي مع ديك المسخه ديال اسبانيا. من حقي كونت ديالي، ما بغيتش نخدم مع وحده هذيك خيتي اللي كدير دوك زويد ديال الشعر ديك امال. قلت لك ما بغيتش نخدم معاك لانه كتخدم مع ديك المسخه. نطي انت حطيتي الكونفرساسيون ديالي بانني ما بغيتش نخدم معاك، وبقيتي باركه عليا انا بغيت نعزلك شعرك، شعرك فيه التونيه، شعرك فيه الهلا يحييك المسخه براسها، الهلا يحييك. ياك ما صحابك انا هي ساري بول الخانزه اللي شعرها عامر بالتونيه، الهلا يحييك. ها هو شعرها حبيبه، عاد نتسناك انت تعالجيه ليا. ها هو اختي شتيه ولا ما شتيهش؟ ها شعري، ها شعرها حبيبه، ها ها شعري شتيه، شتيه ولا ما شتيهش؟ ها شعري، ها 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 شعري. واش بان لكم فيه جيتوني هاد الشعر؟ الله يعطيك التونيه ان شاء الله. نبدا نخسر في الهضره عاوتاني. ما بغيتش نخدم معاك، نخدم معاك صحه خدامه مع المسخه، ما بغيتش نخدم معاك. واش نتوما شتوني دخلت سوق راسي ولات لي بغات تطلع جبد سميتي؟ راه من هنا لقدام صغير ولا كبير اللي جبد السميه ديالنا دا حاسي غيلقاني. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ ماشي تشهري لاكام ديالك وتشهري راسك على طريقي انا. لا وا الخوت انا كنت باغي نعالج ليها شعرها، بان ليا شعرها متضرر وفيه التونيه. الهلا يحييك، ياك ما كتعالجي التونيه ديال ساري بولي صحاب الكرافيه تا انا. ها شعري حبيبتي شتيه ولا ما شتيش؟ شوفي الزغبه ديال لالا كيفاش دايره، شوفي شوفي الشعر كيفاش داير. عاد نتسناك انت تعالجيه ليا يا المسخه الميكروب على تينا الاخرى. يا علاش هي خصها تخدم معايا هي ولا ما كافياكش؟ ما بغيتش صراحه ما بقاش نغوش وما بقاش نعصب راسي ياكو. انا من هنا لقدام اللي غيجبد سميتي ولا غيجبدني غادي يلقاني. سمعتي ولا لا؟ وانا غنحط الكونفرساسيون ديالي كيف ما حطيتي ديالي تبادل التشهير. ياك حطيتي الكونفرساسيون ديالي بلا موافقه ديالي بلا والو انا غنحط. واش البنات هاد الشعر بان لكم فيه التونيه؟ واش هاد الشعر بان لكم متضرر؟ واش هاد الشعر كامل غادي يحتاج وحده تجي تعالجو؟ انا غنحط الكونفرساسيون ديالكم وشهدوا واش من حقي ولا لا. ما بغيتش نخدم معاها، ما بغيتش نخدم معاك خرا. اول حاجه مرحبا وشكرا لانك من لي فان ديالي، وثاني حاجه سمحي لي يا اختي ما غاديش نقدر نخدم معاك لانه ديجا خدمتي مع ديك الدفتة ديال اسبانيا. مستحيل نخدم مع شي واحد انا ديجا خادم مع هذيك، فهمتيني؟ يعني كون ما كنتيش خادمه مع ديك الخانزه نقدر نخدم معاك، مي ملي خادمه معاها سمحي لي يا حبيبه ما نقدرش نخدم معاك. سمعتي البنات الاوديو؟ انتما غتنوضوا عاوتاني تقولوا لي كتجبدي كديري بغيتي توصلي؟ شوفي انا حكم خدمتي ما تبقاش تقولي شي وحده لا حيت بغيت زعما توصلي ولا بغيتي تشهري ولا. انا كنشهر في خدمتي، كنشهر في لاغام ديالي. يعني انا تواصلت مع نادا قلت ليها دير لي الاشهار، سمعتوا الاوديو اللي صيفطات ليا يعني حيت انا خدمت مع ساره هي ما غتبغيش تخدم معها، واخا هي سمات هذيك السميه انا ما قدرتش نسميها حيت صاحبتي. ولكن شوف اختي انا راه ماشي كنت غادي نصيفط لك غير لاغام وصافي كاي وحده كديري معاها لا كولابوراسيون. واخا تحياتي لاي دريه خدامه على راسها كيف ما بغات تكون، ماشي حتى انا مختصه صافي انا غادي نقول لك نو. اي وحده خدامه على راسها مزيان يعني كنعطيها تحيه من هنايا، ولكن انا اختاريتك حقاش عندك مشكل في شعرك؟ واش انتيا احسنتي ونهضروا في الواقع ندى، واش شعرك ماشي كرد؟ يعني شعرك كرد كيطيح، كنشوف في مدوري عندك الخويات غير كتبقاي تلصقي فيه فداك البروتين وراك يقولوا هدي راسك في النخاله كينقبك الدجاج. دابا انا ماشي كنت بغيت نخدم معاك راه غتخدمي معايا فابور، راك غنخلصك طبيعه الحال كاي انفلونسر. تبارك الله عليك عندك تنتي عندك مليون ديال المشاهده عندك في الانستغرام دريه تبارك الله عليك. يعني ماشي كنقول بحال ما هكا راني خايفه منك ولا هكا نو، انا كنهضر معاك يعني باش كنوضح لك واحد الامور. يعني اختاريتك على كيفاش الطريقه ديال الهضره ديالك، كيفاش كتقدري توصلي واحد الحاجه للكليان ديالك ولا اللي فان ديالك، حقاش الناس كيتيقوا فيك في المغرب. انا اختاريتك حقاش انتيا في المغرب، وانا الحلم ديالي لاغام تهبط ليا للمغرب. باش غتهبط ليا؟ غتهبط ليا بكم نتوما، بوحده بحالك تبارك الله عليها واصله في الانستغرام، واصله كانفلونسر، يعني كانت بغيت زعما نوصل حتى للمغرب. ولكن باش
تبقاي لا وكون وبحال ما بزاف ديال الهضره راه ما كنتيش غتخدمي معايا فابور باش نقول تكوني واضحه، يعني كنتي غتخلصي كيف ما كنخلص ساره. انا راه هنا الوحيده اللي خدامه معاه هنا في اوروبا، يعني في اوروبا حيت تبارك الله ساره راه عندها الناس كي متبعينا من ميريكان، انا عندي دريات من ميريكان كيتقداو من عندي لندن، ما تصوروش شحال ديال البنات، يعني ماشي في اوروبا انا كنهضر لكم، عاد شوفوا اوروبا، يعني كنتي غتكوني بحالك بحال ساره تما في المغرب، كانت خاصاني وحده اللي غادي تقدر تعطي واحد الايزامبيو تبين واحد الحاجه مزيانه، ولكن ماشي نبداو حنا راه ماشي كنلعبوا هنا راه خدمه، فهمتي؟ لا حق خدمتي مع هذه لا ولا خدمتي. مهم اشنو رايكم البنات؟ واش هادشي اللي كنقول فيه انايا بصح؟ وشوفي انا ما باغيش معاطيه البنات شي وحده ما توصل ليها هاد الميساجات هادو، انا كنهضر معاكم نتوما كلي فان ديالي، لحقاش انا ما ماشي ديال معاطيه، انا سونو موتو بروفيسيونالي ما كنعرفش اصلا، وماشي من الاداب وماشي هادشي اللي داخل عليه السوشيال ميديا، انا داخله باش نوصل واحد الميساج ديالي، باش نوصل واحد لا مي سبيشاليزاسيوني اللي هي انا تخصصت فيها صافي. واجي نقول لك اشنو اللي كان الاوبجيكتيف ديالي انا كان في شعرك. الوغ حنا معروف الناس اللي كيديروا البروتين كيكون الشعر ديالهم ميت، انت دابا نتحداك ديري بحال هذا البوكلي اللي درتو انا ناتشورال غير بواحد الكريمه، علاش؟ حيت انا شعري عمرو تشم ريحه البروتين، انا عندي ما كنخدمهاش في الصالونات، عندي ما كنخدمش البروتين، يعني شعرك ميت، يعني كنت غنتعاون معاك باش نحيي لك الزغبه، باش نعالج داك الجلده ديالك، حق الجلده ديالك مريضه باينه غير من لوستاتو ديال الشعر ديالك. شنو هو لوستاتو ديال الشعر ديالك؟ باينه غير من داكشي اللي كنشوف انايا، فهمتي؟ هادشي كيعرفوا كيف ما قلت لك شي واحد كيكون مختص، انا تخصصت في العلم ديال الشعر، راه شرحوها لي الدريه لا تريكولوجي هي العلم ديال الشعر، يعني كنقاري على داكشي اللي عندنا لداخل في الجلده. كويندي صراحه والله البنات ايديا بردو ميصونو، ما عرفتش علاش هكا، ما عرفتش علاش هاد البغض وهاد عادي نورمال. انا دابا تجي عندي شي وحده باغا تخدم معايا واخا ما عادش تكون، وعرفت بالله كانت فك التونيا او لا قرها فك ومدرقاها بالشعر، يعني شوفوا راه ماشي عيب البنات التونيا باش نكونوا واضحين، شوفوا انا راه قريت هذا الشيء ماشي قريته باش نبدا نتعاير معاكم فيه، لا ما تقوليش قرعه لا ما تقوليش التونيا، راه مرض كيكون في الجلده، واش كاين شي واحد كيخبي المرض بحال قلتي دارني راسي في الحلاقه هكا؟ يعني الا كانت فك التونيا وبرات لك شوفي التونيا راه كتبقى ترجع، علاش؟ حيت كتكون عندك واحد الحساسيه في الجلده، ما كتكونش عندك واحد لا بروتيسيوني، يعني انا كنت بغيت نعالج لك هذاك المشكل، ما كتعالجش هي ميكس غادي نكالميها، يعني معمرها ما غتقدر تبقى تخرج لك بحال لا بسورياسي هي الصدفيه بحال شحال من حاجه اللي ما كتعالجش مي بهاد لاغام هادي كتهمد، يعني ما كتبقاش تخرج بحال شي حاجه كتنعسيها، يعني كتعطيها السونيفر كتعطيها الماكله ديال هذاك مشات الماكله السيرو ديال النعاس وكتقول لها وانا ناعسي، فهمتي؟ وانت كنتي تجي عليها بالبروتين والكيراتين.